بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مساء الخير عليكم في مصر والوطن العربي الكبير. والفقره الثانيه من برنامج الاهلي ليله، والنهارده بيشرفنا فيها ضيف مش عادي، ضيف محقق نجاحات كبيره جدا في الامارات العربيه المتحده وتحديدا في دوري الخليج العربي. النهارده انا بشكره قبل بدايه الحلقه لامور كثيره جدا. اولا متواجد في مصر نتيجه ان طبعا فريقه اللي بيدربه في الامارات فريق نادي عجمان بيقيم معسكر هنا في القاهره اثناء توقف الدوري هناك في الامارات، نتيجه طبعا بالتاكيد انشغال الامارات بتنظيم كاس امم اسيا، وبالتالي حرصه على انه اول ما يكون موجود في مصر تكون اول زياره ليه واول ظهور ليه على الهواء مباشره يكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الحاجه الثانيه، نظرا للظروف المناخيه الصعبه جدا النهارده بالتاكيد، لكنه كان حريص جدا واكد على حضوره احتراما بالتاكيد للموعد ووجوده النهارده مع جمهور النادي الاهلي عبر شاشه قناه النادي الاهلي. ضيف النهارده زي ما قلت لكم ضيف مش عادي، لانه كمان بدا مشواره التدريبي من 21 سنه في الامارات، خد الطريق الصعب، بدا بالمشوار الاصعب، اشتغل في الامارات، عمل نتائج متميزه مع العديد من الفرق سواء في دوري الخليج العربي او حتى في الدرجه الثانيه، لكن تحديدا مع نادي عجمان او كما يلقب في الامارات الفريق البرتقالي محقق نتائج متميزه جدا وسط مدربين اجانب بيقودوا فرق كبيره جدا في الامارات. ضيف وضيفكم في الفقره الثانيه من برنامج الاهلي الليله الكابتن ايمن الرمادي. كابتن ايمن مساء الخير عليكم، منورنا على شاشه الاهلي. مساء الخير على حضرتك، انا طبعا سعيد جدا جدا بالكلام ده، سعيد بتواجدي في قناه النادي الاهلي وسعيد بكلام حضرتك، انا بشكرك جدا جدا عليه. لا ده حقك يا كابتن ايمن. الحقيقه يعني يسعدني جدا جدا ان انا اكون ما بين جمهور عظيم زي جمهور الاهلي، طبعا من الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها في كل الدول العربيه الأندية الكبيرة زي الأهلي والزمالك وكل الأندية المصرية، لكن النادي الأهلي عندنا ليه خصوصية كبيرة جدا، لأن جمهور النادي الأهلي دايما دايما جمهور مختلف، طبعا الأهلي والزمالك والإسماعيلي وكل الأندية، فأنا سعيد جدا بالتواجد معك. الله يخليك كابتن أيمن، بالتوفيق دايما يا رب. كابتن أيمن الرمادي هو المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، ويعني قاد فريق عجمان خلال الثلاثة مواسم الموسم الحالي والموسم الماضي وقبل الماضي، صعد به من الدرجة الثانية إلى دوري الخليج العربي، وهو دوري قوي جدا، دوري الخليج العربي يطبق فيه معايير دوري المحترفين. خلال هذا الموسم عامل نتائج متميزة جدا، أولا 18 نقطة من 18 مباراة حتى هذه اللحظة في المركز السادس، ويمكن بعديه كمان في فرق أسامي كبيرة جدا في الإمارات سواء الوحدة أو حتى فريق النصر أو حتى الوصل، لكنه السنة دي عامل نتائج متميزة جدا وعامل نسب في الأهداف وفي التمريرات وفي الاستحواذ متميزة وسط مدربين أجانب بيقودوا فرق العين وفريق الجزيرة وفرق أخرى في الدوري الإماراتي. كابتن أيمن تحب أبدأ منين؟ يعني أبدأ من المرحلة الأخيرة نادي عجمان ولا أبدأ من 21 سنة سابقة وبدايتك في الإمارات؟ لا أبدأ زي ما أنت عايز. أنا طبعا أول حاجة عايز أوجه كل التحية لشعب الإمارات، وأوجه التحية بصورة كبيرة للقائمين على كرة القدم الإماراتية، لأن من دواعي فخرنا أن الدوري الخارجي العربي للسنة الثالثة على التوالي بياخد أحسن دوري في آسيا، ودي حاجة مش قليلة، لأن دوري المحترفين هتلاقي في آسيا في اليابان وفي كوريا وفي الصين وفي السعودية، لما دوري الخارجي العربي في ثلاث سنين ياخد أفضل دوري، طبعا لها معايير كتيرة جدا، مش معايير فنية بس، معايير تنظيمية كمان. فأنا فخور جدا جدا، أنا بفتخر لما بمجرد ما بيطلع النتيجة إن دوري الخليج العربي هو أفضل دوري في آسيا، ده بيسعدني وبيخلي بصراحة ببقى فخور. الحقيقة أنا عندي زي ما حضرتك قلت، أنا عايزك تبدأ من اللي أنت عايزه، لكن أنا عندي يعني ازدواجية شوية، يعني أنا هنا لما بروح الإمارات ببقى عايز أفتخر بكل حاجة كويسة في مصر، ولما باجي مصر ببقى عايز افتخر بكل حاجه كويسه في الامارات. ودي الحقيقه نتيجه ان انا طبعا انا يعني بحب تراب بلدي وبحب بلدي، لكن كمان بحب الامارات جدا، لاني شفت فيها نظام عمل مختلف، نظام عمل الحقيقه يفتخر بيه اي حد. فانا بوجه لهم الشكر والتحيه من خلال قناتكم الجميله، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان هم يستمروا في النجاح، في ان هم يظهروا وجهه محترمه لدوري محترم ودوري محترفين. بالتاكيد يا كابتن ايمن، وسعداء بوجودك معانا، وانت وجودك هناك كمان بيشرفنا، بيشرف الكره المصريه وبيشرف المدربين المصريين. طيب ابدا معاك من 21 سنه، خدت الطريق الاصعب انك تسافر الخليج وانك تشتغل وتبدا في التدريب هناك. شوف، هو طبعا دايما
خيرة الله العبد خير من خيرة العبد لنفسه. يعني محدش أبدا بيرسم طريق نجاح. واحد بيحط أهداف لكن أوقات بيبقى فيه محطات كده، لما يعني ربنا دايما دايما بيختار الإنسان الحاجة اللي هي كويسة لي، حتى لو في وقت من الأوقات اعتقدت أن الحاجة دي ممكن تكون مش خير، لكن في حقيقة الأمر وفي باطن الأمر بتلاقي الموضوع ده خير جدا. أنا الحقيقة يعني كان عندي بعض المحطات فرقت معايا كتير جدا في العمل. أول محطة إن أنا لما بدأت زي ما قلت حضرتك أنا ما كانش اسمي كبير أوي في اللعب. أنا يمكن بطلت كرة صغير، عندي يمكن 26 سنة 25 ونص، كان رباط صليبي وصابة وكسلت في العلاج وبطلت. وكان هناك الأسماء الكبيرة كانت ما بتلاقيش فرصة شغل كبيرة، لأن أنت عارف هناك العمل بيجيبوا أسماء كبيرة جدا. يعني أنا لسه بره الهواء بقول لحضرتك أن أنت الإمارات كان عندها المدرب تصنيفه رقم 5 و6 و7 في العالم. يعني كان عندها براندلي ده كان تصنيفه رقم 6، كان عندها ألان بيران كان تصنيفه في وقته رقم 5، كان عندها المدرب كيكي فورست اللي شغال في الدوري الأسباني دلوقتي كان تصنيفه رقم 7. فالحقيقة كان صعب جدا ان انت تدخل. انا بدأت في المراحل السنية، وكان في محطة مهمة جدا فرقت معايا كتير، هي محطة اول رخصة تدريب حصلت عليها. وانا الحقيقة كنت محظوظ جدا، وكان يعني الواحد لو سجد لله ليل ونهار طبعا ما يوفوش الشكر اللي هو يكفي. لان انا في الوقت ده في الرخصة دي قابلت واحد كان اسمه مستر يان، كان محاضر ألماني، وكانت الرخصة دي في مدينة هامبورغ الألمانية. الحقيقة الراجل ده بداية عملي اصطدمت معاه اصطدام كبير جدا جدا في بداية المحاضرات، لأني كنت شوية برضو يعني برضو انت عارف طبيعة المصري دايما دايما يتناقش، حتى يعني عنده الأفكار اللي هو اللي يتبناها صعب ان انت تغيرها له إلا إذا حصلت صدمة. وفي الوقت ده أنا كنت بلعب، فلما رحت أخذ الدراسات دي كانت سنة 98، فوجئت بوظ كل احلامي بانه فوجئت ان هو بيقول خلاص ما فيش حاجه في الكره اسمها ليبرو، اتلغى المركز ب 4-4-2 خلاص. لا يعني كان خلاص، يعني كان في الوقت ده 98 كان لسه جديده. طبعا انت عارف هي بداها ساكي من مع ساكي المدرب العظيم أريكو ساكي مع ميلان وبعدين مع منتخب ايطاليا، لكن اللي طورها وعمل لها شراره كبيره ايميجا كيف 98، فبدا العالم يتجه للاتجاه ده. احنا طبعا المنتخب الفرنسي طبعا في الوقت ده اصطدمت مع الصدمة، يعني ايه ما فيش ليبرو، يعني ايه، طب مين يغطي ومين وافكار بقى اللي الواحد حماسي فيها وانا كنت بلعب بيها وده مركزي اصلا، فخلاص احلامي كلها تضيع بقى. فالحقيقه الاصطدام ده كان معانا واحد مترجم، كان المترجم لازم يبقى من هيئه المحلفين هناك عشان خاطر يعتمد الترجمه ما يبقاش تبقى العمليه فيها شفافية. يعني كان اسمه، أنا يعني أتمنى إن شاء الله أن ربنا يكون مديله الصحة، كان ساعتها في الوقت ده كان كبير في السن، كان اسمه مستر عبد المجيد، كان من البحيرة من مصر، كان مصري لكن كان عايش في ألمانيا وخمسين سنة يعني. فقعد يقول لي اهدى، وبعدين بالصدفة الغريبة أن أنا في الفندق اللي أنا كنت ساكن فيه اللي هو كان فيه الـ 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 المحاضرات هو المحاضر في أيام كده، هو كان بيروح ويرجع في أول الأيام كده، أنا رايح عشان نتعشى لقيته قاعد، فشاور لي ندالي وقعدت معاه، فقال لي شوف أنت عندك 90% حاجات كويسة، اعتبر أن أنت عندك 90% حاجات كويسة، بس خد مني 10%، عايز تستفاد 10% أنت حر، مش عايز تستفادهم خلاص خليك على 90% ده حتى لو عندك 90%. الحقيقة أقنعني وبقيت بقى أقعد معاه يوميا بعد المحاضرات، عمل لي تحول كبير جدا في أفكار، حتى في الأفكار البدنية. الأفكار البدنية هناك مختلفة تماما، يعني في الأفكار البدنية في الجوانب الخططية في آلية العمل.
هامبورغ من المناطق في ألمانيا اللي هي باردة كتير، لأن هي في شمال ألمانيا قريبة من الدنمارك. احنا كانت المحاضرات تبدأ العملي 8 الصبح، كنت الاقي في الملعب واقف بيظبط الملعب من الساعة 7. احنا كانت الشباك بتاع اوضتي تفتح الستارة تبص على الملعب، شوف الملعب على طول. فالحقيقة الراجل ده فرق معايا فرق كبير جدا جدا. ولما رحت بقى اخد الرخصة اللي هي الرخصة ايه، دي كانت الرخصة بي، لما رحت اخد الرخصة ايه اتصدمت ان هو مش هو المحاضر. انا بقول لك الكلام ده لان احنا لازم هنا نتعلم الكلام ده. مفيش حاجه اسمها اللي بيدي السي هو اللي بيدي البي هو اللي بيدي الاي، مفيش الكلام ده. لا، وفي بعد الايه كمان البروفيشنال البرو لايسنس. انا بكلمك على مفيش حاجه اسمها محاضر يدي الكل، ما ينفعش. كل درجه رخصه ليها اسم، ليها محاضرين. مش معنى ذلك ان ده اعلى من ده ولا ده، لا، هي ليها طبيعه. فالحقيقه لما رحت بقى عشان الرخصه ايه اصطدمت ان هو مش موجود. وحزنت جدا جدا، لان الراجل ده قعدت معاه تقريبا حوالي 25 يوم. يمكن كان بيديني دروس خصوصيه، لو انا كنت هدفع فيها فلوس ما كنتش اقدر، يعني ما كنتش اقدر، امكانيات ما كانتش تسمح، لان خدت عصاره. هو طبعا كان محاضر في الاتحاد الالماني، كان مشرف على المنتخبات في اوقات كتيره، وكان يعرف اغلب المدربين اللي جم اشتغلوا في مصر اللي هم الالمان اللي اشتغلوا في النادي الاهلي، كان يعرفهم. وكان الحقيقه طبعا بدون دخول في تفاصيل كان بيحكي لي على مواصفات كل مدرب. فانا البدايه لما ساعدتك بشكل كبير في ال 20 سنه جدا جدا في بدايتي. كمان لما بدات بقى بدات الحمد لله بفضل الله انا قوي جدا في الجزء اللي هو كنت بقى مراحل سنيه. اشتغلت سنتين في المراحل السنيه، وهناك في جرأه كبيره جدا مسكوني مدرب الفريق الاول. كنت اصغر مدير فني، وكان الحقيقه واحد بذكره اثنين، الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي كان رئيس نادي الشعب، ده ساندني مسانده كبيره جدا، كان مؤمن بعملي. والتاني كان خليفه بن حمدان بتاع نادي دبي، ده بقى خدني وقال لي انت هتمسك الفريق الاول. فريق اول 29 سنه ولا 30 سنه، ونادي رئيسه هو الشيخ راشد بن محمد بن راشد الله يرحمه. الله يرحمه. اسماء كبيره يعني، نادي كبير كان واسم كبير، كانت رهبه غير عاديه. وبالتالي عايز اقول لك ان رب العالمين بمنتهى الصراحه يعني وفقني توفيق كبير جدا، ووقف معايا خطوات انا ما كنتش احلم بيها. لو قعدت انا رسمت لنفسي بورقه وقلم كنت لا يمكن هرسم او هحط السيناريو ده، ولا هحط حتى قريب منه. دي هي كلها ترتيبات رب العالمين يعني. اكيد. طيب، وجودك في دوري قوي زي ما ذكرت يا كابتن ايمن، ان دوري خليج العربي في الامارات بيعتبر اقوى دوري في قاره اسيا، من ضمن الدوريات اللي موجوده في كل الدول في قاره اسيا، سواء في السعوديه او حتى في الصين، لان الصين كمان دلوقتي بتصرف كتير قوي على الدوري. الصين، الياباني، استراليا، ابتدت تجيب نجوم كمان، السعوديه. الدوري الخليج العربي دوري منظم جدا، مفيش حاجة اسمها مدرب يعمل مؤتمر أو يعمل لقاء صحفي في مكان غير مناطق الميكس زون. عشان كده أنا كل مرة بطلع، أنا كنت طالع قريب في إحدى القنوات المصرية قلت لهم ما أنا معرفش الدوريات مش بعيدة عننا، إحنا ليه ما ناخدش الجزئيات دي ونطبقها. يعني انا الحقيقه بيصعب عليا جدا وبتضايق طبعا، لان انت دايما بتغير على بلدك. بتضايق جدا لما الاقي مؤتمر صحفي والناس واقفه ورا الكاميرا بتشاور كده، والكلام ده يعني عمليه صعبه جدا وما تنفعش. لما الاقي حد عايز يعمل لقاء صحفي عند سلم باص او عند باص بتاع فريق وفي منطقه الباركينج، لما الاقي ناس في الملعب حاجة غريبة. أنا يعني حتى لو هناك رئيس نادي وممعوش الكارنيه بتاع دخول الملعب، في استحالة. والكارنيه ليها ألوان، اللون ده دخول ملعب، اللون ده في المدرجات، اللون ده في مناطق الأمن. حكاية التنظيم عندنا عايزين 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 ثورة فيها. وعايز نفسي لما اتفرج على مباراة اشوف زي مثلا ما اشوف الدوريات اللي هي المحترفه، اشوف مناطق الميكس زون اللي بيعمل مؤتمر صحفي، اللقاء الصحفي فيها المدرب، اشوف المؤتمرات الصحفيه اكتر نظاما. لان الحقيقه كمان اسأني جدا جدا، انا شفت مباراه
معرفش كانت يمكن الاهلي والاسماعيلي في ملعب الجونه مره او حد كده. كان المؤتمر الصحفي في ارض الملعب. ارض الملعب ومعمول دكه محمول عليها مفرش ده عمليه صعبه جدا جدا. انا بهمس في اذان الجميع انتبهوا الحاجات دي. انتوا مش مسؤولين بس عن ان انتوا تسوقوا دوري مصر، انتوا مسؤولين قدام ان انتوا تظهروا الوجه الحقيقي للشعب المصري. احنا ابدا بالعكس، احنا ناس لما بنلاقي نظام بنبقى نظاميين. كل الناس اللي شغالين في الخليج او في اوروبا المصريين بيتبعوا نظام ونظاميين. مش عايزين نتذرع ان احنا شعب مش نظامي ابدا ابدا. هي العمليه عمليه اراده واراده حقيقيه للمسؤولين، لازم يفهموا ان موضوع ان انت تعمل دوري محترف مسؤوليتكم مسؤوليه كامله. وبهمس في اذانهم طبقوا القوانين على مع كامل احترامي للجميع على الوزير والغفير زي بعض في الملاعب. في انا هقول لك على واقع حصل. كان رئيس مجلس الاداره، كان رئيس النادي عندنا الشيخ راشد ابن حاكم عجمان، كان ممحوش الكارت بتاع نزول الملعب. والحقيقه هو عشان عارف الانظمه ما رضيش ابدا ينزل الملعب، وقال لا انا مش مسموح لي، واصلا ما كانش حد هيسمح له مش هينزل. فانا نفسي ننتبه للجزئيات دي ونحاول نتبنى افكار تخلينا نقدر. انا بسمع ان احنا لازم نعمل دوري محترفين في خلال كذا سنه، والا بخلاص الوقت ازف. مش هنقدر نعمل دوري محترفين الا لما نعمل تجارب ونحط اليات الاول. ما ينفعش نبدا نعمل دوري محترفين واحنا ما عندناش ابسط. يعني انا شفت من، مش عايز اذكر المباراه عشان ما تبقاش التجريح، انا شفت مباراه من 3-4 اسابيع، شفت لقاء مع احد اللاعبين، لا مش 3-4 اسابيع، 3-4 شهور يمكن، مع احد اللاعبين في الباركنج بتاع السيارات. يعني ده لا يمكن تكون لا يمكن تكون كره قدم بتلك يعني الاداره والاراده. الاراده مهمه جدا، ان انت تكون عندك اراده ان انت تعمل الصح، والصح مش هيزعل حد لان هي عمليه تعود. طيب هناك في الامارات شايفين الكابتن ايمن الرمادي ازاي في وسط ما بيكون فيه نجوم او مدربين على اعلى مستوى في فريق الجزيره وفريق العين وفريق الوصل وكذا فريق تاني؟ شوف هو عشان انا مصري وعربي زيهم، بمنتهى الصراحه بيدفعوني لما بكون كويس، بيقربوا لي هم خطوات اكتر بصراحه. طبعا جدا جدا. يعني كفايه في كل الكلام يقول لك المصري العربي ايمن الرمادي مثلا، فهم بصراحه ساعدوني مساعدات كبيره جدا. وهم يتمنوا اي مدرب حتى لو هو بيقترب شويه من الاجانب او بيكون بنديه بيحاولوا يساعدوه. ده رقم واحد. رقم اتنين، وده في المقابل، ما عندهمش مجاملات، ما فيش اسم هناك. يعني هناك الاسماء اللي لعبت كاس عالم والناس دي من غير عمل ما لهمش مكان. يعني ما فيش اسم مسبق، ما فيش سي في مسبق. يعني مش لازم اكون لعيب او اكون اسم كبير في الكوره عشان خاطر، لا انا لازم اشتغل بصورة كبيرة عشان خاطر هم يساعدوني. يعني إذن في حاجتين وبخطين متوازيين ما يلتقوش، إن أنت لازم تكون بتشتغل كويس قوي وبتعمل دايما أبديت لعملك ولمعلوماتك في الوقت اللي هتعمل فيه ده هيساعدوك، لأن أنت في النهاية برضو منهم. يعني طبايع واحدة وعادات واحدة. لكن لو أنت حتى عربي وما اشتغلت الشغل يخليك ند مع الأجانب، عمرهم ما يقدروا يساعدوك لأن هم ما بيجاملوش. وانت شوف الامارات النهارده ما شاء الله البنيه التحتيه بتاعتهم بسبب ان هم عندهم قوانين، ما عندهمش مجاملات، ما عندهمش واسطه. ما فيش واسطه في كل المجالات. في عمل واحد هو بس. والا انا هديك مثال بسيط. انا عن نفسي ماليش اسم كبير في كره القدم، لكن في ناس اسمائها كبيره في كره القدم ما تقدرش تشتغل في الدوري هناك شهر شهرين لان العمليه مش بالاسم. فهي دي هي دي الحقيقه الحاجه الميزه اللي تخليك دايما تجتهد وتخليك دايما تبقى عايز تكون دايما قريب من الحدث في العالم كله. طبعا ناهيك بقى على ان هم كمان منفتحين على العالم في موضوع الدراسات
والمعايشات وكل كل الحاجات الجديده يعني. هم حتى المعسكرات لما يبقى في فرق اوروبيه عايزه تعمل معسكرات بالظبط تعملها فتره الشتاء على طول في الامارات. كل البايرن وكل الفرق الايطاليه والالمانيه كله بيعمل معسكرات هناك اكيد. كمان عندهم ميزه كبيره جدا ان هم كل فتره بيجيبوا مثلا يعرفوا ان رقم واحد في الاعداد البدني فلان بيجيبوه 4-5 مرات في انديه مختلفه يعمل زي سيمينار مع مجموعه المدربين. ودي حاجه انفتاح على العالم مهم جدا وانا نفسي ان هي تتطبق هنا في مصر لان انا الحقيقه اخواننا المدربين المصريين شاطرين وما شاء الله كويسين فحقهم برضو ان هم يكتسبوا معرفه بصوره جيده يعني. طيب ادخل بقى للتجربه الحديثه مع نادي عجمان. التجربه مش السنه دي، وانا في بدايه الفقره وبدايه الحلقه مش بتكلم على تجربه السنه دي، التجربه من الموسم قبل الماضي. صعدت بعجمان لدوري الخليج العربي الموسم الماضي المركز الثامن من اصل 14 فريق، الموسم الحالي في المركز السادس ويمكن بفريق الاهداف حتى الوحده او فريق الوحده في المركز الخامس بفريق الاهداف عنك. في فرق كبيره فريق المواجهات او فريق المواجهات المباشره، في فرق كمان كبيره اسامي كبيره في الامارات بعديك حتى يعني فريق النصر بعديك ب3 نقاط، الوصل ب7 نقاط. فتقييمك للتجربه مع نادي عجمان وشايف ازاي التجربه الكابتن ايمن الرمادي مع نادي عجمان؟ لا الحمد لله، احنا اولا احنا كان هدفنا من اول ما صعدنا ان احنا نشتغل حوالي مده كده 4-5 سنين نقوي فيها نمشي بتدرج، وكان الهدف ان احنا نثبت في دوري الخليج العربي. السنه اللي فاتت وده حصل فعلا وحصل بدري مبكرا الحمد لله، عملنا نتائج ممتازه رغم ان احنا كنا الفريق الوحيد اللي صاعد من الدرجه الاولى بعد موضوع الدمك، وكان طبيعي منطقي كان الفريق الوحيد اللي هو يكون اقرب الفرق مهدده بالهبوط طبعا. وحصلت لنا صدمه في بدايه الموسم اول 4 مباريات هزايم، لكن كان ادائنا ممتاز الحقيقه. احنا الميزه ان احنا استقرنا على اللعيبه اللي صعدوا معانا، ما ضفناش يمكن الا لاعب او لاعبين، فكان بالنسبه لهم التجارب الاولانيه كانت صعبه، لكن لما اتعودوا وبداوا عملنا نتائج مبهره. يعني احنا لو اختصرت من الدوري ال4 مباريات الاولى كنا ممكن نبقى في مركز برضو سادس او سابع، لكن الحقيقه خلصنا مركز ثامن. وبعدين السنه دي اتعشم ان احنا نكمل، عندنا دور تاني صعب جدا وقوي نحتاج لان احنا نحسن المركز، نحتاج كمان لان احنا الحقيقه فرقتنا من الفرق اللي هي مش يمكن كتير من المباريات اللي بنخسرها بنكون الطرف الافضل. لحد دلوقتي يمكن لو لعبنا السنه اللي فاتت 22 مباراه في الدوري، السنه دي هيكون 26 مباراه مش عايز ابالغ اقول لك، وقلت لك ان احنا في 20 مباراه منهم كنا الطرف الافضل. فرقتنا بتلعب كره حلوه قوي يعني، انا عن نفسي لما بروح البيت بستمتع بادائهم، لما بروح البيت بتفرج عليهم تاني بستمتع بادائهم، بيلعبوا بصوره متميزه جدا، ادائهم فعلا في رقي، وده طبعا بصراحه حاجه بتسعدني جدا. انا سعيد جدا بتجربتي معاهم، كمان سعيد بان هم ان فرقه عجمان كل المسؤولين عن الكره والخبره بيقولوا عجمان من الفرق اللي هي بتلعب المودرن فوتبول بصوره ممتازه يعني. طيب بما انك اتكلمت بقى عن الاداء الفني للفريق، عندي مجموعه احصائيات كده وارقام قد تفاجئ بيها، قدرت اتحصل عليها من مصادر هناك في الامارات بتتابع دوري الخليج العربي بشكل كبير. اولا مشاهدينا الكرام، يمكن فريق عجمان زي ما الكابتن ايمن بيتكلم فرق او من الفريق اللي هو فرق الوسط في جدول دوري الخليج العربي، فرق الجزيره وفريق العين بالتاكيد من الفرق المقدمه في هذا الدوري، لكن في احصائيات خرجت عن فريق عجمان حتى هذه اللحظه من خلال عدد مباريات 18 مباراة ب18 نقطة فيها نسب بتأكد على شغل فني تكتيكي بيتلعب بشكل جيد جدا. كابتن أيمن، نسبة الاستحواذ أو متوسط الاستحواذ في 13 مباراة بنسبة 40%، تمام؟ 156 كرة عرضية في 13 مباراة، ودي نسبة كبيرة جدا في عدد مباريات زي 13 مباراة. دقة التسديدات على المرمى، لو سددت مثلا 100 تسديدة في 40 تسديدة فيها دقة بشكل قوي جدا على المرمى. أتحت لفرقتك 57 فرصة للتهديف في 18 مباراة، بمعدل 5 فرص للتهديف في كل مباراة. حاجة ممتازة. أنا طبعا أرقام أنا سعيد جدا بالإحصائية اللي أنت عاملها، وأنا فعلا فاجئتني يعني، لأن إحنا هو بس بداية مش أنا اللي عاملها، أنا يعني استعنت بناس شغالة في الإمارات. مش أنت تعملها مركزة مع النادي، لا لأن هي دي عمل علمي دلوقتي الإحصاء، موضوع الإحصائيات ده، لكن انت ناقلها ودي حاجه مش قليله، ما هو انت لازم تنقل تجارب اكيد.
فالحقيقه يعني مفاجاه بالنسبه لي، لكن كمان بصوره واضحه جدا فريقنا فعلا فعلا بدون مبالغه مفهوم عنده شجاعه غير عاديه. يعني مع كل الفرق اللي احنا بنلعبها، يعني احنا لعبنا نادي الوصل بعد مباراته مع النادي الاهلي، النادي الوصل كان في احسن حالاته النفسيه وحاله معنويه. ما هي الحاله كانت الامور بالنسبه له صاعد وعلى حساب النادي الاهلي، فلعبناه وهم اعتقدوا ان احنا هنلعب بتحفظ. بالعكس، احنا انا من اكتر الحاجات اللي بتفرحني في فرقه عجمان ان هم عندهم شجاعه في اللعب غير عاديه، عندهم جرأة، ودي حاجة بتسعدني جدا جدا ان انا الناس تقول فريق عجمان فريق جريء. يعني الارقام دي قريبة من السكاوتنج اللي معاك في الفريق؟ شوف، انا بالنسبة لي يمكن كتير ما يفرقش معايا بعض الاحصائيات، بعض يفرق معايا. يعني مثلا اديك مثال على الاستحواذ، احنا لعبنا الشرق اللي هو المتصدر، احنا كنا 51 والشرق 49، لكن واحنا كنا افضل فعلا، يعني لكن النسبه قريبه، النسبه قريبه، لكن النتيجه، لكن النتيجه 1-1. لكن لو شفت اللعب الفعلي بتاعنا مختلف خالص. هم كانوا كسبانين 1-0 لحد اخر مباراه، فكان استحواذهم هو عباره عن تحضير، ما كانش عندهم حاجه فيها الديب باص، الباص العميق او الحاجات دي، فدي تفرق عندي اكتر. انت ممكن تعمل استحواذ فيهم 70 كره عرضيه بدون هدف، وممكن تعمل استحواذ زي مثلا برشلونه مثلا في وقت من الاوقات مع 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 جوارديولا لما بدا بالتيكي تاكا، هو مش تحضير، هو عمل مؤثر لهدف، وعمل بتكسب بيه ارض، وفي عمل عميق في الباص، مش مجرد التحضير للاستحواذ. ففي بعض الاحصائيات بتفرق معايا، وفي بعض الاحصائيات ما تفرقش معايا كتير. يفرق معايا اكتر اللاعب الفعلي بتاعك او اللعب المؤثر بتاعك هو شكله ازاي، ده تحت الفرصه بالظبط، انت ازاي اخترقت، ازاي لعبت مثلا تمريره حاسمه. انا هقول لك على حاجه، انا عندي 4 محترفين، انا عندي لاعب مواطن اسمه محمد النعيمي جاب هدف، لكن عامل السنه اللي فاتت 13 اسيست، ده بالنسبه لي اهم كتير من ان هو يكون جايب 4-5 اهداف وما عملش اسيست. فبعض الاحصاءات اوقات بتفرق معايا بصوره ايجابيه وما تكونش ظاهره قوي، لكن الاحصاءات اللي انت حضرتك عاملها دي مهمه جدا وهي قريبه من الواقع. لكن السكاوتنج عندنا احنا كمدربين بنهتم بحاجات وفي حاجات نغفلها شويه. الحاجات اللي نهتم بيها زي مثلا ضعف منطقه معينه، يعني في فريق مثلا عنده قوه مثلا فان هو مثلا زي ما حضرتك قلت بيعمل العرضيات من الجبهه اليمين بصوره اكتر، لان عنده رايت باك ورايت وينج اقويه، دي تفرق معانا. لكن احصائيات زي الامتلاك انا اقدر امنعه من الامتلاك، اقدر اخليه ما يمتلكش، لان انا اقدر اعمل في وقت من الاوقات ضغط بطريقه معينه او بشكل معين اخليه ما يمتلكش. لكن في بعض الاحيان انت عايز اللي قدامك يمتلك الكوره، لان لو انت ما خليتوش يمتلك هيبقى اللاعب الفعال بتاعه اكتر يعني. بالظبط، وهكذا يعني. نسبة فوزك مع عجمان حتى هذه اللحظة بيقترب من نسبة 40%، نسبة جيدة؟ ممتازة، لأن في دوري أنت عشان تبقى في دوري المحترفين وصاعد وتكسب، حتى يعني لو عدد المكسب أنت عارف يعني 40%، يعني أنت كل 20 مباراة بتكسب 8 مباريات، يعني في ال 20 مباراة بتاخد 24 بونت، معناها إن أنت قعدت خلاص يعني هدفك اتحقق. فلو مثلا 26 مباراة هتبقى تقريبا 12 مباراة مكسب، يعني معناها توصل لنقطة 36، تبقى في مركز سادس السابع. طيب، مع عجمان ومع الفرقة هناك في الإمارات كانت في تجربة أيضا للكابتن طارق العاشر؟ أولا أنا سعيد جدا بالحوار معاك، لأن يا فندم ده شرف ليا. لا، بتفتح حاجات فعلا مهمة جدا إن هي تتعرف. يعني ممكن يقول لك لو أنا قلت لك انت لاعب 100 مباراه وكسبان منها 30 مباراه مع نادي مثلا زي العين والاهلي والانديه اللي هي عايزه تلعب بطوله، ما احنا لنا هدف اكيد زي الانديه، طبعا ما تنفعش، نسبه قليله طبعا. انت لازم تبقى عندك نسبه مكسب 90% 95%. لكن مع فريق عايز يقعد، هل مثلا تقدر تساوي دلوقتي في التوقيت اللي احنا فيه برشلونه في نسبه المكسب زي مثلا ريال بيتيس او ديبورتيفو لا كارونيا مثلا؟ لا مثلاً طبعا،
ما ينفعش انت ده عايز نسبه لان هدفنا الحصول على بطوله بالزبط. وده عايز نسبه لان هدف. لكن انا بقى لما اجي العب على صعود النسبه دي ما تنفعنيش خالص. يعني انا في السنه اللي احنا صعدنا اولا الدوري الدرجه الاولى اللي هو بيصعد للمحترفين من الدوريات القويه جدا جدا برضو لازم نسبه مكسبي تكون فوق 9. كمان لما تيجي تلعب مثلا في بطوله صغيره زي الكاس حتى لو ما هو الكاس بعض الاحيان بيبقى فيها الجزء الاولاني فيها بيبقى نقاط عشان تصعد بالظبط. وهدف ان انا اصعد مثلا من بين 6 فرق لازم مكسبي يكون متخطي 80%. فدي تفرق شويه ان انت الهدف بتاع فرقتك ايه وبتلعب في انهي منطقه بس. يعني هي يعني انت لو رحت مثلا كاس عالم فضل. مع منتخب مصر وقلت انا عايز انا عندي 4 فرق لو 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 كسبت مثلا 40% هتصعدني فال 40% حققت لك الهدف حسب المرحله والمجموعه والدور اللي انت بتقدمه بالظبط. هي الفكره هي انا اعتمدت على الارقام وحبيت اوصل للمشاهد ارقام عشان يعرف طبيعه فريق عجمان والدور اللي بيأديه في دوري الخليج العربي. صحيح بنسهل عليه بس المساله طبعا. لو بالعكس جميله ده انا سعيد بيها جدا لان يمكن من المرات القليله ان حد يكلمني في موضوع الاحصائيات دي وحاجه تسعدني لان انا دايما بحب الامور اللي هي العلميه. وخلي بالك الاحصائيات دي ده معمول فيها ابحاث حاجه يعني البحث العلمي فيها خد خطوات عملاقه فيها حقيقي فعلا. وبعدين البرامج بتاعتها مش سهله البرامج بتاعتها معقده تكلفتها عاليه جدا جدا كمان يعني اكيد. طيب بتذكر تجربتك مع نادي عجمان وبتكلم عن تجربه الكابتن طارق العشري مع الشعب الاماراتي. صدفت في مواجهات مباشره بينكم ولا شفت تجربه الكابتن طارق مع الشعب الاماراتي كانت ازاي؟ الحقيقه كابتن طارق من المدربين الكويسين. انا طبعا هو صديقي لكن انا ما احتكتش بيه في يعني او يعني ما كانش في مباريات. لا انا معلوماتي شويه في الدوري المصري ضحله شويه مش يعني معلوماتي عن اعرف طبعا انهم كلهم مدربين ما شاء الله متميزين لكن التجربه يمكن كانت تحتاج شويه وقت مش وقت كانت تحتاج من الكابتن طارق ان هو يكون كل مجموع كل الدوري المصري مختلف عن الدوري الاماراتي مختلف عن الدوري السعودي مختلف كل دوري مختلف. يمكن شويه التجربه مع نادي الشعب الاماراتي ما كانتش ناجحه النجاح الكبير لان ما خدوش او ما خدش الاليه بتاع العمل في دوريات الخليج العربي. كابتن طارق من واقول لك على معلومه صغيره انا كان عنده حارس مرمى كان بيلعب معايا كلمني قال لي بجد كابتن طارق من المدربين الكويسين لكن يمكن ما كانش كان انلق شويه مع نادي الشعب. فتجربته مع الشعب هي قصيره طبعا اتمنى للكابتن طارق كل التوفيق لكن ما كانتش من التجارب اللي هي تعتبر ناجحه يعني. طيب حسين الشحات ايضا كانت تجربه في الامارات مع نادي العين شفتها ازاي قبل ما ينتقل للنادي الاهلي ان هو لعب في العين بالظبط سنه كامله. حسين الشحات من اللعيبه المميزين جدا جدا واول سنه كان كويس قوي في العين. السنه الثانيه كان كويس برضه لكن بس اعتقد ان هو مر بظروف في بدايه الموسم خلت شويه المستوى شويه اقل من السنه اللي فاتت. وبعدين في كاس العالم بدا تاني يرجع يبقى كويس كاس العالم للانديه. حسين من اللعيبه الممتازين جدا اللي هم اضافه لاي فريق بيلعب فيه. وانا عايز اقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه الميزه هنا في مصر هي او الحلقه الاقوى هنا في مصر هو اللاعب. اللاعب في مصر فعلا عنده ميزه كبيره جدا عن باقي اللعيبه في كل الدول العربيه بما فيهم دول شمال افريقيا. انا لعب معايا لعيبه كبار جدا جدا من المغرب يعني لعب معايا لاعب اسمه امين الرباطي منتخب المغرب ولعب في مارسيليا. اللاعب المصري بصراحه امكانياته كبيره جدا جدا بس هو مظلوم شويه. مظلوم شويه في اعداده. مظلوم شويه بالذات في الجزء البدني اللي احنا عايزين فيها مراجعه كبيره جدا جدا لان احنا ما زلنا بنتعامل في الجزء البدني معامله المدربين في الثمانينات يعني كان زمان مش المدربين اللي ماسكين يعني انا بتكلم اخواننا اللي هم المعدين البدنيين ما زال عندنا المسميات تحمل السرعه وتحمل الكره طبعا الكلام ده كله مش موجود تماما يعني يعني دلوقتي الامور اختلفت اختلاف كبير جدا فاللاعب المصري يمكن مظلوم في المنطقه دي. طب بما انه مظلوم
ليه ما فكرتش تعاقد مع اي من اللاعبين المصريين في نادي عجمان؟ تجربه حسين الشحات اللي اتشجع قبل كده كانت التجارب ما كانتش قويه، كانت مش كويسه، يمكن كان في خايف تاخد ريسك مثلا. لا قبل حسين الشحات التجارب ما كانتش كويسه فعلا، يعني ما كناش موفقين كلاعيبه مصريين، وكان خلاص يعني بعدنا. حسين الشحات دي جت صدفه بحته يعني، وهو في الحقيقه اثبت وبقى اصبح، واقول لك على حاجه غريبه، المركز بتاع حسين الشحات من المراكز اللي هي المتميزه في مصر، يعني اغلب الفرق دلوقتي اللي بتلعب 4-2-3-1 الثلاثه اللي هم خلف المهاجم دول متميزين في مصر، لكن انت ما تقدرش من مصر مثلا تجيب سترايكر. فاهم؟ ما تقدرش من مصر تجيب لاعب ارتكاز، خططيا مش هتلاقيه كويس. التلاتة دول ما شاء الله عفاريت، يعني اللي هو حسين الشحات، في ناس كتيرة، حسين الشحات ووالد سليمان ومجموعة الزمالك كلها، اللي كهربا هو كهربا ويوسف كهربا لا وكمان اللاعب أيمن حفني، أيمن حفني سابقا، مصطفى فتحي في الأهلي، في مؤمن وليد سليمان، المركز ده كمان بتاع الاسماعيلي ابراهيم حسن، من الناس اللي بعد ما حسين الشحات كنا بنتكلم عشان نتعاقد معاه، كمان اللاعب بتاع المقاولين العرب اللي راح بيراميدز، من اللعيبه المميزين قوي اللي هو احمد، انا حاول اتذكر الاسم بس معاك، لاعب المقاولين راح هو بيراميدز. انا اسف جدا يا جماعه ان انا الاسماء بس، لان انا مش مختلط قوي بال، لكن كان من اللعيبه الكويسين قوي برضو كنا بنفكر نتعاقد مع اسلام بتاع المصري. فالمركز ده غريب جدا ان هو مميز جدا في مصر، والمركز ده عايز حركه خفيفه، واحنا عندنا الخفه في الحركه كويسه مع حسين الشحات والمجموعه دي. قبل حسين الشحات كانت الامور صعبه، لان كان في تجارب الوصل الاماراتي. طب اخد تليفون مهم يا كابتن ايمن، استاذنك لان بالتاكيد مباراه مصر والمجر في، طب التليفون، طب الخط فصل، اللي كان معانا تليفون مهم جدا من الدنمارك، متابعه كاس العالم لكره اليد ومنتخب مصر، كان عنده مباراه مهمه جدا مع منتخب المجر، اتفضل يا كابتن. فبقول لحضرتك حسين الشحات الحقيقه بادائه السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات، خلى بعض الانديه تفكر في اللاعب المصري وخصوصا في المراكز دي. يعني قبل كده كانت التجارب ما كانتش كويسه، يعني يمكن كانت التجربه مع نادي الوصل، اعتقد كانوا جايبين الكابتن شيكابالا، يعني ما كانش ابو تريكه، كان في فتره لعب فيها ابو تريكه، لعب بس فتره قصيره قوي مع بنياز، 6 شهور مع بنياز هو وزيدان مع بنياز. بس كابتن ابو تريكه من اللعيبه اللي تركت بصمه كبيره جدا جدا في نحو، في الناحيه السلوكيه، سلوكيات بيحترموه احترام كبير جدا، طبعا انا بكن ليه كل تقدير واحترام. كمان فنيا بصراحه كان هو، طبعا كان في اخر ايامه، يعني يمكن التجربه ما كانتش طويله، لكن فنيا كان افادهم كتير بخبراته، حاجه مشرفه. يعني انا بصراحه لما بذكر ابو تريكه في الامارات بذكره وانا رافع راسي، انا بتشرف جدا جدا ان ابو تريكه ده مصري ولاعب مصري. طيب جزئيه ثانيه كمان يا كابتن ايمن، وانا بتكلم على اللاعبين المصريين، الدوري الاماراتي حاليا مين اقوى لعيب في الدوري الاماراتي انت شايفه، او افضل لاعب فنيا وبدنيا في الدوري الاماراتي؟ لا شوف، في لعيبه اقوياء جدا، طبعا الاجانب، الاجانب ارقامهم كبيره جدا، الاجانب يعني انت عارف، لاعب هداف منتخب بلاده، لاعب العين المهاجم، مواطنين، في لعيبه كويسين قوي. انا علي مبخوت ده من المهاجمين الكويسين قوي، عموري طبعا ربنا يشفيه رباط صليبي، هو طبعا راح الهلال السعودي، كان من اللعيبه المتميزين جدا. لا في لعيبه كويسين قوي، لكن الاجانب، كل الاجانب اللي موجودين في الدوري الاماراتي اقوياء جدا. ممكن العدد يزيد؟ ما اتمناش ان هو يزيد، بس هناك في مساعي لزياده العدد. بس انا ما اتمناش ان هو يبقى زي السعوديه، لان السعوديه بقت هيصه، العدد كبير. 8، انا ما اعرفش مين اللي خد القرار ده، 8 وفيهم حارس مرمى، ما اعرفش بعد 3-4 سنين هيجيبوا حارس مرمى للمنتخب منين. المنتخب هتبقى فيها صعوبه. وبعدين غير كده، اتمنى ان الدوري الاماراتي يفضل الدوري الاماراتي زي ما هو بادارته في موضوع الاحتراف، لان الموضوع مختلف تماما. مع كامل احترامي للدوري السعودي، موضوع الدوري الاماراتي مختلف تماما في التنظيم وفي الجداول، في كل حاجه،
فهو مختلف عن الدوري السعودي. الدوري السعودي احنا لعبنا فريق السنه دي كان بيلعب بثمانية مباراة ودية، كان معسكر عندنا، لا كان بيلعب بثمانية محترفين وعنده أربعة بره بيجربهم. وبعدين سألت المشرف وقلت له طب انتوا هتلعبوا امتى السعودي يعني اي وقت، وثمانية منهم حارس مرمى، طب الحارس المرمى ده موضوع احساس وهيروح فين، هتاخد تجيب لي منتخب منين؟ فالعملية قاسية جدا. احنا في طبعا ممكن في الدوريات الأوروبية تبقى العملية سهلة لأن كله بيلعب مع بعض في دوله، لكن اللاعب السعودي ما عندوش مجال ان هو يطلع يحترف بره في أوروبا، فبالتالي مش هيلعب في الدوري السعودي. طب لو ما لعبش في الدوري السعودي هتجيب منتخب بعد كده منين؟ لكن مثلا انت في انجلترا لو حتى عملوا كل الفريق محترف فده بيلعب هنا وده بيروح يلعب في دوريات كبيره، وفي دوريات كبيره في دول، وهي تقريبا يعني هي بلد واحده، هي اوروبا كلها تعتبر يعني حتى التنقلات فلا دوري الامارات ما اتمناش ابدا ان هو يوصل للمرحله اللي هي اتخذ فيها قرار، وانا صريح في الموضوع ده، قرار غير مدروس بالمره في الدوري السعودي، قرار ما اعرفش تفكر فيه ازاي. وانا من اول ما حصل انا حتى الكل، يمكن حضرتك قلت اول حاجه، قلت استغربت جدا هيجيبوا بعد كده لعيبه منين. انا النهارده عندي 8 يعني معناها بيلعب 3، لو عندي 18 نادي 3 في 18 بحاجه و50 لاعب، مش قوام منتخب، هل ده قوام منتخب؟ مش هيبقى قوام منتخب، ده انت عايز 30 لاعب للمنتخب صح، بس صعب قاره الاختراع تبقى صعبه جدا كمان. صحيح. طيب وانا بتكلم على الدوري الخليجي العربي الفتره الحاليه بالتاكيد في توقف للبطوله هناك، لان الامارات بتستضيف كاس امم اسيا والمنتخب الاماراتي بيسير بشكل جيد في بطوله كاس اسيا، لكن فضلت ان يكون معسكرك هنا في مصر لمده 8 ايام. بعد 8 ايام وبعد فتره المعسكر هترجع تاني بالتاكيد، لكن شايف فتره التوقف ازاي هتستفيد بيها وليه اخترت كمان تعمل معسكر؟ الحقيقه احنا بدانا من فتره من اسبوعين كده اشتغلنا في الامارات، وكان الهدف من المعسكر بس تغيير الاجواء، انت عارف بدون لعب مباريات وتاخد شهر او تبقى صعب تقعد شهر ما تلعب، لا ده مش شهر ده اكتر من شهر كمان يعني تقريبا 45 يوم. فاحنا الحقيقه فكرنا في موضوع معسكر مصر لان شجعنا عليه ان اتحاد كلبه معسكر هنا برضو وبيقدر يلعب مباريات، وهنا المباريات طبعا المباريات هنا اللعيبه الفرق بتلعب فالفرق جاهزه، لكن يعني اكتر جهوزيه لان احنا متوقفين تقريبا، وفتره التوقف دي اعقبها لما خدنا 45 يوم خدنا 10 ايام متصله راحه تامه، وبعدين رجعنا اشتغلنا شويه في الامارات وجينا هنا عشان نلعب تقريبا 3 مباريات. المعسكر اختيارنا لمصر لاسباب كتيره، هم الامارات اخواننا في الامارات بيحبوا جدا جدا مصر، والحقيقه ليها هدف برضو ان هم برضو شويه يدعموا السياحه هنا في مصر، وكان دي توصيه يعني من الجميع حتى مع نادي اتحاد كلبه ان هم يحاولوا يتوجهوا لمصر وكده. لكن هي كمان الهدف الثاني ان انت هتقدر تلاقي فرق بتلعب دوري وفرق مريحه، طبعا انت عارف خصوصيه الدوري عندنا والجدول يسمح لك ان انت ممكن تلاقي فرقه بتلعب كل يومين، وممكن تلاقي فرقه تقعد مثلا 10 مثلا. انا اتمنى ان احنا طبعا انا عذر طبعا الاخوه اللي هم مقيمين على الجدول، لكن بمنتهى الصراحه ايوه انتم معذورين وعندكم اعذاركم وما اعرفش اسباب كذا واحنا في بطولات كذا، لكن لا يجوز فيش حاجه اسمها كره قدم من غير برمجه. انا كمدرب لازم اعرف انا هلعب امتى وامتى وامتى عشان اعمل برنامجي. جدول الدوري ده في مش هتكلم في الامارات، في العالم كله حاجه مقدسه. لا ده شوف لو انت عندك جدول نظامي، طبعا انا اولا رقم واحد قبل ما اتكلم انا عذر كل المسؤولين عذرهم، لان هم بيقولوا ان اليوم اسبابهم وان مش عارف الاجنده الافريقيه الاجنده والاجندات والحاجات، لكن عايز اقول بقى في اسس لو اختلفنا عليها لازم يبقى في واحد غلط. من ضمن الاسس دي اسس علميه ما ينفعش نعبث بالعلم. مفيش حاجه في العالم كله اسمها دوري مضغوط من بدايه من اول اسبوع. الخمس دوريات الكبار في العالم، الدوري الانجليزي طبعا تصنيفه رقم الاول، الاسباني، الالماني، الفرنسي، الايطالي، الخمسه الكبار. لما يجي يعمل دوري مضغوط لازم اللاعب الاول يوصل للتوب فورم. وعشان اللاعب يوصل للتوب فورم لازم يلعب من 4 ل5 مباريات رسميه.
فبالتالي بتلعب انت الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع، بعد كده بقى تقدر تضغط الدوري. لكن من الاسبوع الاول دي ما بتحصلش في العالم. ما فيش حاجه اسمها العب كل 3 ايام من اول اسبوع. انا برضو في الاخر مش عايز اكون متجني، لكن انا مشفق على الحاج عامر والناس اللي هم مقيمين على عمل الجدول، لكن لا يجوز علميا ان نبدا بالشكل العكسي. احنا انا عن نفسي لو خيرتني ما بين ان الدوري يتعمل مجموعات او يتعمل اي حاجه، يتخصم انديه، اي حاجه تتعمل، ولا نبدا كده وبس، ما تمسش اسس علميه مؤثره. وانت شفت كميه الاصابات مثلا اللي في النادي، مثلا زي النادي الاهلي او الانديه اللي هي ما ينفعش الجداول دي. كويس انك ذكرت القصه دي يا كابتن ايمن. الجداول دي خط احمر، ده يكون سبب خط احمر، ما فيهاش حاجه اسمها اجتهاد. عشان كده انا بهمس في اذانهم، استعينوا بخبراء في علم الفسيولوجي وقولوا لهم لازم نحترم العوامل الفسيولوجيه عند اللاعب. اسالوهم، اسالوا الخبراء دول يعني، وهاتوا خبراء من بره مش هتكلفكم كتير، واسالوهم نقدر نعمل. هو ممكن انا وانت نختلف، انا اقول لك القلب في الناحيه اليمين وانت تقول لي لا في الشمال، ونبقى احنا الاثنين صح. الاسس العلميه يا اما فينا واحد غلط يا اما احنا الاثنين غلط، لكن لا يمكن نكون احنا الاثنين صح لو مختلفين. فمن ضمن الاسس دي العلم، علم الفسيولوجي من العلوم المهمه جدا، فلازم نستعين بخبره فيها عشان نعمل جدول. تمام. ما ينفعش انا النهارده اكون بس مجرد ان انا بعمل جدول بسكن فيه مباريات من غير اساس علمي، دي كارثه. انا مشفق برضه على الحاج عامر ومش وعارف ان هو معذور، لكن لازم ياخد قرار حتى لو انديه ما وافقتش في وقت من الاوقات. خد قرار ان عدد المباريات هيكون كذا، الاسابيع الاولانيه ما ينفعش فيها دوري مضغوط. سؤال اخير قبل الختام يا كابتن ايمن. كاس اسيا حاليا في الامارات، مين المنتخب الابرز في ظل المنتخبات الاسيويه؟ منتخب ايران زي ما انا قلت لحضرتك من المنتخبات القويه جدا. انا طبعا اتمنى ان ياخدها منتخب عربي، وخصوصيه اتمنى ان ياخدها الامارات، لكن منتخب الايراني محافظ على قوامه. الوحيد اللي من كاس العالم ما غيرش قوامه الا بنسبه 20 او 30%. صحيح. المنتخبات اللي هي بقى بتاع شرق اسيا منتخبات قويه جدا، اليابان، كوريا، استراليا اكيد مرشحه. طبعا استراليا خسرت المباراه الاولانيه مع الاردن، دي كانت حاجه مفاجاه كبيره جدا جدا يعني. النشامه. ايوه. لكن منتخب الاردني على فكره من المنتخبات الكويسه قوي. وهنا على فكره انا لازم اذكر ان اللي حط اللبنه والوضع الاساسي لمنتخب الاردن هو كابتن الجاري الله يرحمه. كابتن ايمن الرمادي انا بشكرك شكرا جزيلا، وكلمه اخيره تحب توجهها في الختام؟ لا بالعكس، انا سعيد جدا جدا بتواجدي في الكره المصريه عموما مع القنوات، وخصوصا قناه النادي الاهلي اللي هو حاجه مفخره لكل رياضي. الاهلي والزمالك والاسماعيلي زي ما بقول والمصري وكل الانديه مفخره، بس انا بهمس اذان الجميع. عايزين دوري محترفين يا جماعه ويكون نظامي. يا ريت يا ريت يا كابتن ايمن والله، يعني ده افضل حاجه نختم بقى حوارنا، دوري محترفين خلال الايام القادمه باذن الله. لازم إن شاء لازم الله. احنا على فكره مصر بلد كبيره جدا، مش اقل من ان احنا يبقى عندنا دوري محترفين. اكيد باذن الله. احنا بدانا الشراره كانت من مصر، يعني شوف اتحادنا سنه كام يعني. اكيد. كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان الاماراتي، نورتنا وشرفتنا، وكل التوفيق لك يا رب في الامارات، عامل اسم كبير جدا للمدربين المصريين هناك في دوري الخليج العربي، كل التوفيق لك يا رب فيما هو قادم. بشكرك جدا جدا، وبشكر كل الساده المقيمين على البرنامج، وبشكر الجمهور العريض، جمهور النادي الاهلي والجمهور المصري عموما. شكرا لك كابتن ايمن. تجربه مميزه كان مهم جدا نلقي الضوء عليها، تجربه الكابتن ايمن الرمادي، مش التجربه السنه دي ولا السنه اللي فاتت، لا تجربه مرت عبر حوالي 20 سنه في دوري الخليج العربي وفي الامارات، لكن تحديدا مع نادي عجمان الموسم الماضي والموسم الحالي كنا محتاجين ان احنا نتكلم عليها شويه ونعرف الجمهور المصري ازاي مدرب مصري كان متواجد في الامارات وسط مدربين اجانب متميزين جدا، لكن عمل اسم وعمل فرقه كوره وعمل نتائج جيده حتى هذه اللحظات، وكل التوفيق ليه يا رب خلال الفتره القادمه. بعد الفاصل باذن الله زميلي عمر ربيع ياسين، معه الكابتن احمد بلال، واطلاله مهمه جدا ايضا على مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري باذن الله في الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الرابعه لدوري ابطال افريقيا.